الجن والإنسان. قصة الصخرة، قصة الصخرة التي سدت باب الغار على هؤلاء الثلاثة أصحاب الغار. كانوا يمشون في جبل وإذا بالمطر ينهمر، التمسوا مكانا حتى ينقضي المطر. فلما دخلوا الغار سقطت صخرة مما يهبط من خشية الله، مما يهبط من خشية الله. دينا جل الأديان فسدت عليهم باب الغار. أول شيء لجأوا إليه أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح عمله. بر الوالدين. الرجل الأول قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيرا. بر الوالدين. وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا ولا مالا. فنأى بي طلب الشجر يوما، فضل ماشي مسافة طويلة يبحث عن أكل الغنم، تأخر عنهما هذا اليوم. جاء الولد البار وجد أبويه قد ناما. وقف ووضع اللبن على كفه، وأولاده يتضاغون تحت قدمه يبكون. وظل واقفا وكره أن يوقظهما فيفسد عليهما النوم حتى برق الفجر. رأيت أولادي صغارا حولنا. فلما استيقظ شرب اللبن. لأجل هذا حرك هذا العمل الحجر. حسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبق. المراقبة. الرجل الثاني قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم. المراقبة. وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. أصابتها سنة مجاعة. المراقبة. جاءت تطلب مالا راودتها عن نفسها أبد، ثم جاءت تطلب مالا راودتها عن نفسها رضي. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله يا عبد الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إليك. تحرك الحجر. الأمان. قال: اللهم إنك تعلم أنني استأجرت أجراء على فرق من أرز أو ذرة. جاء واحد في نصف النهار قال: أعمل؟ قال: نعم. واشترط عليه شرطا ما شرطه على أصحابه. الرجل ذا كان مجدا ونشيطا، عمل عمل رجلين. فلما كان آخر النهار الرجل بقى بيفرق الأجرة، قال له: لا، أنا عملت عمل رجلين فأنا سأخذ أجرين. قال: لا، ما على هذا اتفقنا. فسخط الرجل أجره وتركه وانصرف. الرجل أخذ هذا الفرق من الأرز وثمره له. تذكر هذا الرجل صاحب الفرق من أرز أجره في وقت العذر، فذهب إلى صاحبه قال: يا عبد الله اتق الله ولا تجحدني حقي، لي عندك فرق من أرز، أين هو؟ أين هو؟ قال: تعالى. وصعد به على سطح البيت. قال: ماذا ترى؟ قال: أرى واديا من الأبقار والأغنام والإبل. قال: هذا كله لك. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: كما أقول لك، هذا كله لك. قال: فاستاقه أجمع وما ترك منه شيء. دول أصحاب الصخرة من أهل الإيمان. يعني لو أنت الرابع مع أصحاب الغار ماذا كنت تقول؟ ماذا لو كنت الرابع؟ الشاردون عن طريق الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ مش كفاية شرود؟ مش كفاية ذنوب؟ أما كفى؟ لم يعد في العمر مثل الذي مضى، والموت لا يعرف شيخا ولا شابا، لا ينجو أحد أبدا من صوت البلاء. فهل استصحبت حقيبة الإيمان معك تحسبا أن يصيبك بلاء وأنت لا تدري؟ تحسبا أن يصيبك بلاء وأنت لا تدري؟ ذكرت أجيال فنت من قبلي، تركوا المتاع وجفت الغدران.
كانوا يعيشون الحياة على أمل، يلهون في الأنعام والأوطان. يا نفس توبي عن ملذات الهوى ومصير سبحان الواحد.